أهلا بكم مشاهدينا، وهذا الحوار مع فيروس كورونا. سيد كورونا، البداية، ما هو نسبك ومن أين عائلتك؟ عائلتي تسمى بعلم الفيروسات التاجية، وأجدادي سارس الصين ومرس السعودي. سيد كورونا، ما سرعة تكاثرك؟ أدخل وحيدا للخلية وبعد 24 ساعة أتكاثر لملايين عدة. لماذا سموك باسم كوفيد-19؟ هو اختصار لجملة كورونا فيروس ديزيز 2019. طيب، ماذا تحب؟ أحب الازدحام والمخالطة وقلة النظافة والأماكن الرطبة الباردة. وماذا تكره؟ البقاء في البيت والنظافة الشخصية والتهوية والبيئة الجافة والحارة والغرغرة المتكررة. هل أنت تقتل كل شخص تدخل لجسمه؟ لا، البعض بث الرعب والخوف بين الناس بالحقيقة. 80% من مرضاي يشفون دون علاج، و17% من مرضاي يحتاجون لعزل ومعالجة عرضية ويشفون، ولكني أقتل من 2 إلى 4 فقط من مرضاي. ما صفة من تقتله؟ أقتل المسنين المصابين بمرض مزمن مثل السكر والضغط ومرض التنفس. سيد كورونا، عرفنا وجهك الأسود، هل لك وجه أبيض؟ أكيد، أعدت الاعتبار للأسرة وجمعت أفرادها، نظفت البيئة. لقد أنجزت خلال عمري القصير ما لم تنجزه مؤتمرات البيئة.